الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة، اليوم إن شاء الله بهذا المقطع البسيط سأبين من متساوية الدخل، خلينا نقول متساوية الدخل. طبعا هي تأخذ الشكل الآتي: متساوية الدخل هي y تساوي c زائد i زائد g زائد x ماينس ام. لن نتعامل في هذا المقطع الا فقط مع واي وسي. الان طبعا واي هي عباره عن الدخل الكلي، هنا الدخل الكلي او كميه الانتاج الكلي، وهنا الانفاق الاستهلاكي، الاستهلاك، وهنا الاستثمار، هذه الاستثمار، وجي نفقات الحكومة كما شرحت في المحاضرات أكثر من مرة، وهنا الميزان التجاري. الميزان التجاري الآن سأتعامل فقط بالسؤال البسيط التالي: إنه كم هي كمية الإنتاج التي تذهب كلها إلى الاستهلاك؟ بمعنى آخر، يعني سأضعها بالطريقة البسيطة التالية الآن: متى واي بتساوي سي؟ الآن سي نفترض بأنها تأتي على شكل دالة: سي تساوي A زائد ام بي سي في واي كما ذكرت في المحاضرات. هنا A هذا ما يسمى بالإنفاق الاستهلاكي المستقل عن مستوى الدخل، و MPC هي عبارة عن ما يسمى Marginal Propensity to Consume أو الميل الحد للاستهلاك. و MPC تعريفها رياضياتيا، MPC هي التغير في كمية الاستهلاك، الاستهلاك بالنسبة للتغير في الدخل، التغير في الدخل. ما يعني الآن أنه عند التوازن، عند التوازن، هنا عند التوازن مهم جدا، بكون C تساوي Y أو العكس، Y تساوي C، Y تساوي C. ما يعني الآن إذا ذكرنا من خلال التعويض، يعني بأن Y تساوي C وتساوي بالحالة هاي A زائد MPC في Y، والآن عوضنا مكان C هنا بقيمتها A زائد MPC، معنى ذلك بأنه الآن Y تساوي A زائد MPC في Y. وبالتالي بعد ما ننقل هذا إلى الطرف الأيسر ونبقي فقط على A في الطرف الأيمن، ينتج عندي ما يلي: Y تساوي، عفوا، واي ناقص ام بي سي في واي تساوي اي، ناخذ عامل مشترك واي يبقى داخل قوس واحد، ناقص ام بي سي تساوي اي. اذا الان واي، ونسميها احنا واي ستار او نضع عليها نجم حتى نميزها، بانها كمية الإنتاج التوازني التي تذهب بكليتها نحو الاستهلاك. Y تساوي بهذه الحالة A على 1 ناقص MPC، 1 ناقص MPC. هذا الآن هو التوازن بين كمية الاستهلاك و Y. أنتقل على شريحة أخرى حتى نطبق ذلك عمليا. نفترض بأن C تساوي، أو حنا أغير اللون بعد إذنكم، C تساوي 10 زائد 3/4 Y، يعني 75% Y. فالآن إذا افترضنا بأن عندنا نقطة توازن C تساوي Y، هذا يعني، أغير اللون، بأن Y تساوي 10 زائد
ثلاث أرباع واي، ننقل كل شيء في واي هنا إلى الطرف الأيسر، يصبح عندي واي ناقص ثلاثة أرباع واي تساوي عشرة. نأخذ واي عامل مشترك ونطبق مباشرة، واي نفتح قوس ناقص ثلاثة أرباع تساوي عشرة. إذن الآن واي ستار وهي كمية الإنتاج التوازني تساوي عشرة على ربع ويساوي أربعين. أربعين الآن بمعنى آخر لو بدي أمثل ذلك بيانيا هنا، والآن هنا واي وهنا سي، وهذا الخط المرجعي هنا الذي يصنع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة، وهنا دالة الاستهلاك، هذه دالة الاستهلاك، هذه سي تساوي سي تساوي 10 زائد 3 أرباع واي. هنا الآن الكمية 10 اللي هي A التي ذكرناها هنا 10، ونقطة التوازن بتقول لي أنه كمية الإنتاج الكلي يساوي 40 ستذهب كلها إلى الاستهلاك. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وإن شاء الله في المقطع القادم سأبين عندما ندخل متغير آخر أو كمية ثابتة أخرى اللي هي الاستهلاك نفقات، عفوا الاستثمار نفقات الحكومة وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.